لازم علقه معايا كانت مدرسه ثانوي ما كانتش بتقلب بعيد او حاجه، كانت بس بتقول لنا يا جماعه يعني اللي باين بيأثر على التركيز، بيخلينا ما نعرفش نركز، بيخلينا ما نعرفش نذاكر، يعني حركه الخلف بتأثر على التركيز، فكانت بتقول لنا ان ده غلط. ففي يوم ساعتها لما اخذنا كورس ديزاين كنت جايه في الطريق بسمع الراديو، سمعت ان في اكسبيرمنت او يعني استاذه اتعملت بره مش فاكره فين بالظبط، قالوا ان التشيرنج جام بيخلي الكونسنتريشن احسن. فجيت اتكلمت في الموضوع مع اصحابي ومع دكتور علياء، قالت لي الموضوع حلو فعملناها. ده كان واي احنا اخترنا الاكسبيرمنت دي تبقى معانا في البروجكت. الديزاين عملناه ازاي؟ احنا لما جينا عملت اونلاين سيرش عشان اشوف الكونسنتريشن بيتاثر بايه، كان في كذا حاجه، منها اهم حاجه هو الانتليجنس الذكاء. فعلشان نتحكم طبعا اخدناها معانا از كوري، فعلشان نتحكم فيه عملنا سامبل اي كيو تيست. احنا عارفين اي كيو عندنا بيبقى تيست كده 10 اسئله كبار بتسال مثلا في 25 سؤال او حاجه، طبعا ما كانش ينفع ان احنا نعمل يعني فول اي كيو تيست، فعملنا بس سامبل 1. اخدنا افريج كويستشن من كل واحد من 10 كويستشنز وعملناها في ال يعني اديناها للمعلومات. بعد كده كان اصلا احنا جمعنا 15 اوبزرفيشنز، خلينا واحده معانا سبير عشان لو في اي حاجه باظت او يعني اي حاجه من الحاجات يعني حد، وفعلا في واحده باظت، واحده اخذت الايميل وحطته جنبها ما اكلتوش، فكويس ان احنا كنا عاملين باك اب. خلاص ماشي كده ليه؟ علشان احنا ممكن تعملوا امبالانس ان انت بتخسري اوبزرفيشن وهي ممكن تبقى لا خالص يعني اكسكلود من الداتا، ممكن تكون بتعبر عن حاجه معينه انت شفتي يعني اثرت عليها، بتعبر عن حاجه هي احنا حسبناها ان هي هتاخد بس هي ما اخدتش، هي كانها خدوا 14 واحده من الاول اصلا. اوكي كمل. وكان عندنا اي يو بتساوي او يو هي ستودنت، وكان اللي هو الاي كيو تيست هو كان الكوليكت، وان احنا ازاي كنا بنمجر الفرستريشن الكونسنتريشن سوري كانت سبوت ديفرنس جيم، كان دي فيها 15 ديفرنس بين سورة دي وسورة دي، فكان في بارت ياكل البين وبارت ما بياكلش البين، وطلعوا الديفرنسز وحسبنا يعني كنا عاملين ليميت تايم. انا هتكلم على الديسكريبتيف ستاتستكس بالنسبه للاي كيو تيست والكونسنتريشن. اول حاجه احنا عملنا بوكس بلوت للاي كيو تيست، وكان واضح ان الاي كيو مفيش فرق بينهم قوي، يعني حاجه نسبيه ان حد يبقى اذكى من الثاني او حد اقل من الذكاء. اما بالنسبه للكونسنتريشن كان تشوينج جام الوسط بتاعه او السي بتاعه كان اعلى من النوت تشوينج جام. فاحنا اخترنا ان احنا نعمل الديزاين بتاعنا كان عباره عن اناليس كوفيرينس، بالنسبه للكوفيرينس كان هو هيبقى الاي كيو تيست، ونجيب الوسط بتاعه واحسبه بالنسبه ليه. وبعد كده قلنا هنعمل نشوف الاسامبشنز بتاعت الموديل متحققه او مش متحققه قبل ما نعمل الموديل اساسا. اناليس كوفيرينس هو المودل سي ار دي والديفيرنس، هيشوف بقى اشوف الاسامبشن، اشوف الاسامبشن بتاعه. اول حاجه ان الايرورز بتاعه بتاعت الديفيرنس ويطلع كل نورمال ديستريبيوشن من زيرو ونيو، فاحنا هنا لما جينا تشين الاسامبشن بتاعته لقيناها ان هو بيفولو فيها نورمال ديستريبيوشن، كان بزيرو وسيجما وسيجما سكوير. أنا بالنسبة للأسامبشنز بتاعت الكوفيريت بقى كنا قلنا إن إحنا عايزين نشوف إن الكوفيريت هو وهو والأي كيو تيست كانوا اندبندنت ولا مش اندبندنت. الأي كيو تو كونسنتريشن الواي. فقلنا إن نقيس إن البيتا نورم دي بتساوي زيرو ولا ما بتساويش زيرو. بس طلع إن بالنسبة إن الفرق ما كانش طالع في الأول إن هو كبير، فطلعت إن دي فاليو طلعت دي فاليو كبيرة، فطلع ان مفيش فرق، يعني الاي كيو تيست ما بتاثرش بال او شتوينج جام كونسنتريشن ما بتاثرش بالاي كيو تيست. فاحنا قلنا ان احنا هننزل ريليشن شيب بين الكوفيد اي كيو اللي هو اي كيو تيست والكونسنتريشن، وبالتالي احنا هنعمل اكسكلود بين الفيرو بتاعنا وهننزل لدرجه ثانيه اقل منها اللي هو سي ار دي. حضرتك احنا بقى عملنا بقى الموديل بتاعنا سي ار دي، وبعد كده عملنا الاسامبشن بتاعت الكوفيد، فالموديل دي هو الواي اي جي ايكوال يو دوت دوت بلس تاب اي بلس ابسلون اي جي، وعندنا الاي تريتمنتس تو تريتمنتس تشيوينج جام عن نوت تشيوينج جام، والجي عندنا
7 replicates كل treatment في 7 students بياخدوا ال والassumption هو في بس one assumption هو الإبتدائي full normal distribution with zero and sigma squared. فعشان تشيك الassumptions عندنا هنا الريزيدوال plot versus concentration. كان أول حاجة الريزيدوال normal probability plot. فا it seems to be حوالين ال first five line وهي كده normal. وثاني واحدة كانت constant variance. كان عندنا constant variance ما كانش فيه يعني وبعدين ال observation of the residuals كان عايزين نشوف ال independence بتاع ال residuals هما كده independent وطبعاً randomly وكده ال assumption بتاعت ال assumption بتاعت ال CRD اللي بتحقق normality بال independence وال constant variance أو homogeneity اللي بي يوز عشان تسفاي the model is adequate. So we should take the same day of themes. Oh, my God, I mean, oh, it's the variance. Oh, my God, it's the variance. Wow, the variance. It's the variance. But then, I think that it's also a little bit of love. Don't chewing gum post on our pressure. Oh, so doing gums in concentration or not. فكان عندنا بقى one main test كان ال H نور عندنا ان هو tau with the chewing gum greater than or equal to tau of not chewing gum. ولكن ال P value كانت 0.9 أكبر من الألفا which means that there is a significant evidence that gum chewing affects concentration but okay. conclusion بتاعنا فعلاً chewing gum بيبوست الكونسنتريشن والمفروض التيشرز يفكروا تاني في الموضوع ده وان هما بالعكس يشجعونا ان احنا ناكل عشان نركز معاهم وحاجة يعني personal انا عن نفسي لما بقعد في امتحان ومثلا في حاجة ناسيها بقعد بقفل الورقة واقعد اكل اللي بينك واركز في مكان واحد فبيجوالايز فعلاً والله فبيجوالايز الحاجة اللي انا مش فاكراها ففعلاً ال chewing gum بيهيلب الفيجوال ده. Thank you.